Ladies and gentlemen, السيدات والسادة, ابن النيل يحييكم من تايم سكوير بمنهائن بنيويورك بأمريكا, بيذيع عليكم الدور النهائي بين فريق نادي الأهلي بطل أفريقيا وبين فريق نادي توفيق عكاشة الدولي. يا سلام, مباراة فيري امبورتانت, مهمة جدا. يا عليك يا توفيق عكاشة, المباراة مذاعة في 50 ولاية بأمريكا, 50 ستيت بتذيع المباراة, نيويورك, نيو جيرسي, بنسلفانيا, كاليفورنيا, فيرجينيا, فلوريدا, ده غير ساوث أمريكا ونورث أمريكا, يعني كولومبيا, كوستاريكا, نيكاراغوا, ده غير قارة آسيا, أفريقيا, أوروبا العجوزة. يا السلام, والمباراة الغريب إنها مش بتتذاع في مصر لأن التلفزيون المصري ما بيجيبش الحقيقة. فاكرين يوم الثورة كانت مصر بتختصب, شباب مصر كله بيدافع عن مصر في التحرير, والتلفزيون المصري جايب البلد فاضية والكوبري فاضي والبلد في أمان. يا سلام عليك يا تلفزيون جمهورية مصر العربية, بتوع الإذاعة ضمايرهم متباعة, يعني احنا كده لو زيانا المباراة في التلفزيون المصري هتلاقي التلفزيون المصري جايب اللعيبة قاعدة في المدرجات والجماهير هي اللي بتلعب. وانا شايف دلوقتي اكتر من 80 مليون مشجع جايين يشجعوا نادي الاهلي. اهلي 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 اهلي, يا جماهيره جميلة وحلوة وكبيرة, وجماهير نادي توفيق عكاشة حوالي 200,000 متفرج. سيداتي ساداتي, نبذة تفصيلية عن كابتن عكاشة اللي بيتحدى نادي الاهلي النهاردة قدام العالم كله. توفيق عكاشة هو اللي عامل الفريق ده وبيصرف عليه وبيدرب الفريق وبيلعب في الفريق. توفيق عكاشة يا جماعة واخد الدكتوراه من عندنا هنا من امريكا, واخدها ازاي انا معرفش, ده هو اصلا ما بيعرفش يتكلم عربي. هيعمل بقى زي طه حسين, طه حسين واخد الدكتوراه في اللغة العربية من فرنسا, يعني حاجة غريبة والله. شعب مصر شعب طيب. ومن ضمن غرائب توفيق عكاشة, توفيق عكاشة بيقول ان امه خلصت كلية الاداب في الوقت اللي ما كانش في حد بيتجوز, وان جده شكله شكل الاوروبيين. يا سلام عليك يا توفيق عكاشة. وبيقول انا كده كده هاخد الكاس من الاهلي لانه مهدد ابو تريكا, وبيقول له لو جبت جون فينا هخطف ابنك تريكا. ومن سنتين كان مهدد عصام الحضري برضه وبيقول له هاخد الفريق وانزل كفر البطيخ, اخد كل البطيخ اللي فيها وهتبقى بلدك اسمها كفر من غير بطيخ. ايه خيالك ده يا توفيق عكاشة؟ تعالوا بقى يا جماعة نشوف تشكيل فريق توفيق عكاشة. عامل الفريق تشكيله غريب, كل اللعيبة اسمهم عكاشة, يعني خط الوسط عكاشة, الباك عكاشة, الجون عكاشة, راس الحرب عكاشة, الوينج عكاشة, كل الفريق عكاشة في عكاشة. ليه كده يا عكاشة؟ قالك علشان خاطر يبقى سهل على المذيع ويبقى سهل في التشجيع. عكاشة الجون, عكاشة الباك, عكاشة الوسط, عكاشة الوين, عكاشة الباك, عكاشة الجون, عكاشة الباك, عكاشة الوسط, وعكاشة الوين, وعكاشة الباك, وعكاشة الحربة. يا عكاشة يا وسط, عكاشة الجون, عكاشة الباك, عكاشة الوسط, وعكاشة الجون, عكاشة الباك, عكاشة الوسط, وعكاشة الباك, وعكاشة الوين, وعكاشة الحربة. يا عكاشة يا ويس, انا ما بوستش ايد صفوة الشريف, انا بوست ايد عمر الشريف. وانا شايف دلوقتي فريق نادي عكاشة نزل ارض الملعب بزي الرسم جميل وكاتب على الفلنات ممنوع التدخين, وطائم الحكام نزل ارض الملعب اهو. انا شايف دلوقتي توفيق عكاشة بيبوس ايد الحكم يا وبيبوس ايد اللايزمان. وتوفيق عكاشة سمع ان عصام الحضري مسمي نفسه السد العالي, راح توفيق عكاشة مسمي نفسه مترو الانفاق. توفيق عكاشة عامل جايزة كبيرة للي هيجيب الجون الاول في نادي الاهلي, اللي هيجيب الجون الاول في نادي الاهلي توفيق عكاشة يديله دكر بط.
واللي هيجيب الجون التاني في نادي الاهلي توفيع عكاشة هيخليه يسلم على نانسي عجرم. مباراة تاريخية حماسية يا جماعة، وانا شايف دلوقتي في مجموعة من الفنانين جايين يشجعوا توفيع عكاشة. يا ريت الكاميرا تجيبهم لنا، يا متشكرين اول المخرج. طالع في الصورة دلوقتي الفنان طلعت زكريا اللي اخره كانت الكاميرا الخفية. ايه ده، اكبر شنب في السينما المصرية، يعني شنبه بتوين 1500 شعرة ل2000 شعراية. يا سلام عليك يا اللي جنبه تامر حسني. ايه يا تامر يا حسني، شعر رجله باين من صدره، ايه الجمال ده، ايه الفنانين دي. ومين اللي قاعده جنب تامر حسني؟ سماح انور. ودي فنانه في ايه انا مش عارف، طول عمرها تقوم بدور الراجل في السينما المصريه، ده بتقول ولعه في جماهير الاهلي. وقاعد جنب سماح انور الفنانه عفاف شعيب، وقاعد جنبها من على اليمين ولاد اخواتها، في ولد بياكل بيتزا والتاني بياكل ريش، سنتين وبياكل ريش. يا سلام، يعني الواد ده لما يكبر ممكن يتعشى بخروف. وقاعد جنب عفاف شعيب اخطر فنان جابته جمهورية مصر العربية. اوعى الخيال، اوعى الخيال يا عمرو يا مصطفى، ربنا يسترها، لانه ممكن عمرو مصطفى بعد انتهاء المباراة يقول يعني انتوا عايزين تقولوا لي ان ده نادي الاهلي؟ لا ده فوتوشوب، ده نادي الاهلي الحقيقي بيلعب في الهند. خيال واسع، دماغه فيها عربيه ناموس بتوسوس له تخلي الواقع خيال. سيداتي يا نساتي ساداتي، وانا شايف دلوقتي طائم الحكام بيعمل القرعه بين كابتن محمد ابو تريكه كابتن نادي الاهلي وبين كابتن توفيق عكاشه كابتن فريق توفيق عكاشه الدولي. والقرعه بقى مش بتتعمل بالفلوس ويشوف الكره مع مين، ده القرعه بتتعمل ان الحكم بيرفع ايده لفوق وبيضرب توفيق عكاشه على قفاه. لو توفيق عكاشه قال اي يبقى الكوره مع الاهلي، لو توفيق عكاشه ما قالش اي يبقى الكوره مع نادي توفيق عكاشه. واستحمل يا توفيق عكاشه، والحكم رفع ايده لفوق وتوفيق عكاشه مستعد والجماهير بتحييه. لا 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 اي عكاشه عمره ما يقول اي، لا 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 اي عكاشه عمره ما يقول اي، لا 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 اي عكاشه عمره ما يقول اي. يا سلام، توفيق عكاشه ما قالش اي، توفيق عكاشة مالش اي، والكورة مع فريق توفيق عكاشة وتبدأ المباراة. توفيق عكاشة اديها لعكاشة الحربة، عكاشة الحربة اديها لعكاشة الوسط، عكاشة الوسط اديها هناك عند عكاشة الوينج، عكاشة الوينج خدها منه ابو تريكة، ابو تريكة اديها لمتعب، متعب شاطها عند مانجا، مانجا اتدحرج شاطها هناك عند ابو تريكة، ابو تريكة ابو تريكة المتعب. يا سلام، جوه الجول، هو ده نادي الاهلي يا جماعة. الحقوها 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 الاهلوية ولعوها، الحقوها الحقوها الاهلوية ولعوها، الحقوها 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 الشياطين هيولعوها، الحقوها الحقوها الشياطين هيولعوها. هو ده نادي البطولات يا جماعة، وانا شايف دلوقتي توفيق عكاشة بيجري ورا عكاشة الجون ومتنرفز جدا. وينتهي الشوط الاول. المخلوع المخلوع هو هو، المخلوع المخلوع هو هو. الى ستات البيوت اللي في مصر، الى كل فتاوى، الى كل فتايا، الى كل شاب، والى كل ما شبش، الى كل الستات، هنقدم لكم مسحوق المخلوع يغسل كموج البحر. مسحوق المخلوع 30 سنة منظف جيوبنا، جيوبنا فيري كلين. مسحوق المخلوع. ومعانا دلوقتي واحدة ست تحكي لنا قصتها مع مسحوق المخلوع. أنا جوزي شغال بلطجي، وكل يوم يرجع من التحرير والهدوم بتاعته متغرقة دم والجمل متعور. جربت كل المساحيق
جوزي ما نضيفش احسن جوزي وسخ لانه بلطجي. جربت مسحوق المخلوع نضف جوزي وبقى كويس. مسحوق المخلوع بنصح كل ست بيت تستخدمه. شفتوا بقى هي دي قصتها مع مسحوق المخلوع. فإلى كل الستات اللي في مصر تجمعي مسحوق المخلوع وتطلعي الصورة بتاعت المخلوع من المسحوق وتعينيها معاك في بيتك في شنطتك في أي مكان في الشقة. ولما تمر يا هانم بأي ظروف صعبة أو أي مصيبة تجيلك تبقي تطلعي الصورة وتبص فيها وتعرفي إن الحمد لله ربنا خلصنا من أكبر مصيبة. المخلوع المخلوع هو هو. سيداتي ساداتي بدلان الشوط الثاني خدوا بالكم من الشوط الثاني على رأي الفنان منير مراد. أبو تريكا بيسنتر اداها المانجا مانجا شاطها هناك عند شريف إكرامي. شريف إكرامي شريف إكرامي شاطها شوطة عالية يا سلام جوه الجون. شريف إكرامي الجون جابها جون في عكاشة الجون. شريف إكرامي يا سلام جوه الجون. نادي الأهلي يا جماعة ملوش حل ملوش حل. وتوفيع عكاشة متنرفز. وإيه ده يا عكاشة ده اللي بتعمله ده؟ أتاري توفيع عكاشة يا جماعة بيقول لازم أخد الكاس وفعلا هياخده لأنه شاور ل 165 ألف بلطجي. إيه ده نزلوا أرض الملعب؟ إيه ده يا عكاشة ده؟ وبيضربوا في الجماهير وبياخدوا الكاس عافية. إيه ده يا أم الدنيا ده؟ أنت ما كنتيش كده يا أم الدنيا. إيه اللي بيحصل ده يا أم الدنيا؟ سيداتي يا نساتي ساداتي نأسف لقطع الإرسال وشكرا لحسن استماعكم. شكرا لحسن استماعكم. عكاشة الجون عكاشة الباك عكاشة الويس عكاشة الوين عكاشة الباك عكاشة الجون عكاشة الباك عكاشة الويس وعكاشة الوين وعكاشة الباك وعكاشة الحربة يا عكاشة يا ويس. عكاشة الجون عكاشة الباك عكاشة الويس وعكاشة الجون عكاشة الباك عكاشة الويس وعكاشة الباك وعكاشة الوين وعكاشة الحربة يا عكاشة يا ويس. انا ما بوستش ايد صفوة الشريف انا بوست ايد عمر الشريف. عكاشة الجون عكاشة الباك عكاشة الويس عكاشة الوين عكاشة الباك عكاشة الجون عكاشة الباك عكاشة الويس وعكاشة الوين وعكاشة الباك وعكاشة الحربة يا عكاشة يا ويس. عكاشة الجون عكاشة الباك عكاشة الويس وعكاشة الجون عكاشة الباك عكاشة الويس وعكاشة الباك وعكاشة الوين وعكاشة الحربة يا عكاشة يا ويس. انا ما بوستش ايد صفوة الشريف انا بوست ايد عمر الشريف.